أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن التقارب الذي صنعته الثورة الهائلة في قطاعي التكنولوجيا والاتصال جعلت التحديات والمسؤوليات مشتركة لابد أن يتبناها الجميع للحفاظ على أمن دولنا واستقرارها وتعزيز هويتها الوطنية. جاء ذلك لدى مشاركة سعادة وزير شؤون الإعلام بحضور عدد من وزراء الإعلام العرب في الجلسة الرئيسة بالدورة 16 للملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت تحت رعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، وبمشاركة كبيرة من الإعلاميين العرب وكبار المسؤولين في المؤسسات الإعلامية والصحفية العربية وكوكبة من الكتاب والإعلاميين والمفكرين والأكاديميين والخبراء. أشار سعادة وزير شؤون الإعلام إلى أن تنظيم قطاع الإعلام والاتصال لا طالما كان هاجسا بالنسبة للعاملين في هذا القطاع الحيوي، إلا أن الفوضى التي شهدها العالم جراء تطور وسائل التواصل الاجتماعي جعل الصحفيين والإعلاميين أنفسهم أكثر المطالبين بسن القوانين والتشريعات وتنظيم قطاع الإعلام للحفاظ على بيئته الإيجابية ودوره المهم. دعا سعادة وزير شؤون الإعلام إلى مزيد من التوعية المبكرة بشأن الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها سلاحا ذو حدين وبما يحقق المردود الإيجابي على الجميع، موضحا أن التوعية المبكرة تبدأ من الأسرة والمجتمع علاوة على دور مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الرسمية.